المهم الحاصل، لا نريد الآن أن ندخل في التفاصيل الدقيقة لهذه التركيبة الحضارية، ولدينا كلام كثير فيها لو أردنا بإذن الله، ولكن نريد أن نقول بأن الشباب عليهم أن يدركوا جيدا أن الذي يحميهم من هذا التأثر الكبير أمران. الأمر الأول هو الاستعصام بحبل الله، إذ لا يمكن أن تتوفر لديك خلفية أو أرضية حضارية إلا بمثل ما توفرت للمسلمين الأوائل. نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. واليوم ليست مشكلتنا مع الغربيين مشكلة سياسية ولا مشكلة اقتصادية، هي مشكلة دينية، لأنهم ينظرون إلى الإسلام على أنه العدو الأول. أما الحضارات الأخرى فيمكن أن تعيش بلا دين، كما أن دينها لا يمكن أن يمدها بالأسس الحضارية الكافية للنهوض. فلا تستطيع الشتنوية في اليابان التي تميز الناس على أساس العرق، لأن الشتنوية التي انطلقت منها اليابان إبان غزوها للعالم في بداية القرن العشرين كانت تصنف الناس إلى عرق أبيض وعرق آخر ملون، فلما وجدوا أن الكوريين يشابهونهم في اللون عمدوا إلى أن يخترعوا لهم طريقة يثبتوا فيها أن الكوريين أغبياء، لأنهم يحملون شفة أخرى وعينا أخرى إلى غير ذلك، وكتبت في ذلك صحفهم كما تقول إيمي شوا، وهي صينية أمريكية من أصل صيني، في كتابها عصر الإمبراطورية. وكانوا يقتلون الأسيويين الآخرين الذين احتلوهم على أساس ديني، لأنهم ليسوا شتنويين وعلى أساس عرقي. لا تستطيع الشتنوية أن تبني حضارة، كما لا تستطيع الكونفوشيوسية التي تحكم الصين الآن، أي الديانة الصينية، لا تستطيع أن تبني حضارة، لأن غاية ما فيها هي مجرد منظومة أخلاقية تدعو إلى التسامح والانتباه. ولذلك يقول الصينيون في مثل بليغ: لا تغضب ولكن اقعد على حافة النهر فسوف يأتي يوما بجثة خصمك. ويقولون: لا تستخدم فأسا لإزالة ذبابة وقعت على رأس زميلك. أمثال هذه الكلمات البليغة الرائقة، ولكنها فقط جوانب تتعلق بعلاقة الإنسان بالآخر، وليست جوانب لكل الحياة. كما أن الهندوسية أيضا لا تستطيع أن تبني حضارة، لأن تعليماتها لا تتعلق بهذا الجانب. لا تستطيع بقية الديانات الأخرى، لا النصرانية التي حرفت ولا اليهودية ولا اللادينية. إذن الدين الوحيد الذي لا يزال قادرا على أن يبقى حتى ولو فني أتباعه هو الإسلام، الدين الذي لا يزال قادرا على المقاومة هو الإسلام. ولذلك فإن التركيز عليه وحده، على الإسلام فقط، ومحاولة إبعاده وفصل أتباعه عنه، يقولون بأنه لو لم يبقى المسلمون، أي فني المسلمون، ماتوا عن آخرهم، وهذا لا يمكن أن يكون، وبقي الإسلام، لكان وحده قادرا على أن يبعث أمة من جديد، لأن تعاليمه فيه، في ذاته وليس في أتباعه. أتباعه يتمثلون تعاليمه فينطلقون منه، فهو الذي يمدهم بالطاقة. ولذلك فمشكلتنا اليوم مع العالم الآخر هي مشكلة دينية مع الإسلام فقط وليس مع الناس. فالنجاح الكبير هو فصل المسلم عن دينه حضاريا وإيمانيا وثقافيا وأخلاقيا. فإذا انفصل ولو قليلا ضل الطريق. ولذلك يقول الله تعالى لنبيه: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات.
ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لو انحرف الإنسان عن الإسلام قيد أنملة لاختل توازنه بأكمله، ولتناثرت المنظومة الإسلامية شذر مدر، لأن الإسلام كل متكامل، الجانب السياسي والاجتماعي والأخلاقي والإيماني والروحي والقيمي كله مترابط. لا يمكن أن تقول أنا مسلم وعلاقتي بالمسجد قوية ولكنك في الخارج علاقتك بغير الإسلام أقوى. لماذا يتكرر الله أكبر؟ أنت عندما تأتي إلى الصلاة تقول في كل ركعة الله أكبر، ما معناه؟ معناه أن كل هذه الحياة بمن فيها أمام الله أصغر، وأن الله هو الأكبر. فإن لم تعظم الله في قلبك ثم يسري ذلك في بدنك ثم ينعكس على جوارحك، فعلاقتك بالإسلام شكلية.